أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين تحرص على دعم العلاقات المشتركة مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات خاصة المجال البرلماني وفتح آفاق أرحب لمسارات التعاون في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيسة مجلس النواب اللورد جورج روبرتسون عضو مجلس اللوردات البريطاني حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات كما تم مناقشة أبرز ملفات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على كافة الصعد شهدت معالي رئيسة مجلس النواب بما تشهده العلاقات التاريخية الوثيقة والإستراتيجية الرفيعة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من تنام مستمر في مستوى التعاون وارتقاء في مستوى التنسيق بينهما مؤكدة حرص السلطة التشريعية على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلسي العموم اللوردات البريطانيين والسعي مستمر لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانيه الدوليه من جانبه وجه اللورد روبرتسون الشكر لمعالي رئيسه مجلس النواب على هذا اللقاء ومشيدا بالعلاقات الوديه والتاريخيه التي تربط مملكه البحرين والمملكه المتحده وما تشهده مسيره التعاون بين البلدين الصديقين